وبالنسبه للكوسه بالبشاميل معانا في المنيو بتاعنا اللي حضرتك طلبتيها، بنسلق الكوسه 3 ارباع سوا بسلقها في شويه ميه وشويه عصره ليمون وشويه ملح وعود نعناع لطيف كده يوم يدي طعم حلو لطعم الكوسه. انا بحب طعم النعناع جدا في الاكل في المطلق، بيبقى حتى بالزيت في المحشي بيبقى طعمه حلو قوي لما بنزود اليابس بالذات النعناع الناشف. صح الناشف. حلو. وانا كده بسلق الكوسه 3 ارباع سوا. ممكن نشوف مقادير الكوسه بالبشاميل بعد اذن حضراتكم معانا كده برضه عشان نشتغل في كل حاجه مع بعض. المقادير على الشاشه، معانا كوسه ومعانا لحمه مفرومه متعصجه اهي زي الفل، ومعانا كمان بشاميل. البشاميل ايه مكوناته يا استاذه اميره؟ انا اعرف ان هو، بص انا مش شاطره قوي، انا اعرف انا اسمع، انا يعني لا انا بدوق وبعرف اميز الاكل بالظبط من طعمه. اعتقد بيكون فيه لبن وبيض وملح وفلفل اسمر و طب انت خلاص زي الفل، بس كده بس زي الفل. ودقيق. ودقيق ده اساسي طبعا. انت جبت اهم حاجه اللي هو اللبن والبيض. لا انا يعني الحاجه الوحيده اللي انا فيها شاطره، عشان كده دايما حاسه ان انا لما هبتدي اطبخ هبقى شاطره جدا. انت هتبتدي يعني هتاخد القرار ده امتى؟ لما ربنا يريد. لما ربنا يريد. ايوه لما اكون مضطره. ايه رايك في المكرونه؟ طب عايز اسالك سؤال، هي انا شم الريحه تجنن، اللهم اني صايمه. الكوسه بالبشاميل تجنن. هنديها دلوقتي شويه جبنه على الوش كده. يا الله حلوه ازاي اهو. طبعا دي لما تخش الفرن هتبقى اسطوره. انا عايز اسالك سؤال، بما ان احنا في رمضان اكيد زي ما انا لسه قايله رمضان في مصر حاجه تانية خالص. عمرك جربت رمضان بره مصر؟ طبعا انا سافرت قعدت 20 سنه بره في السعوديه. بس سافرت من السعوديه كل دول العالم، يعني كانت دي المحطة بتاعتي لأنها كل أسافر كل الدول يعني. رمضان طبعا في مصر حاجة تانية بكل تفاصيله. طب احكي عن تفصيلة كده حصلت لك في رمضان ما تنساهاش أبدا ليها علاقة بالأكل برا مصر. أنا كنت بسافر بعض الدول الأجنبية يعني ما يعرفوش حاجة عن رمضان. تحس الناس عادية، فإنك أنت تعيش الجو ده جوه نفسك وروحانياتك. كنت أقضيها بالتليفون مع والدتي رحمة الله عليها. الله يرحمه. ومع عائلتي، خدت بالك؟ أعيش برمضان بالتليفون بقى. وعشان كانت تعملي مكالمة دولية كانت بتكلف، بس كنت بتحس إنك أنت قعدت معاهم في رمضان وفطرت معاهم والأذان بيأذن أنا معاهم على التليفون. دي كانت حاجات جميلة يعني. أكيد. طب والعادات الأكل يعني. يعني أنا مثلا عمري ما هنسى مرة كنت روحت عزومة. وطبعا داخلة بطبق الخشاف العظيم بتاعي، بس فاكرة إن احنا كنا في الصيف فكنت مزودة على الإنجريدينز بتاعتها مانجا قطعة. الله. فكان حاجة أسطورية أوي. الناس طبعا لما شافوا، لأن فاكرة وأنا رايحة العزومة كانوا منبهين عليا ما تجيبيش حلو معاكي، كله جايب حلو ما تجيبيش. فكان لازم أخش بحاجة مختلفة. أنا فاكرة إنه كله أبدأ انبهاره بفكره انه انت ازاي مجمعه الحاجات دي، وانا نفسي استغربت انه ازاي مش عارفين الخشاف بره مصر. انا هفضل اتكلم على الخشاف كتير من كتر ما بحبه، لان طبعا الاستاذه امير شاطره جدا في الخشاف. هي منتقية على الخشاف، واضح ان خبرتها عاليه جدا. لا بحبه جدا. يعني بص ما تلاقيش نوايا، ما تلاقيش بذره القراصيه. خالص خالص خالص. المكرونه الكوسه بالبشاميل ايه رايك فيها؟ شكلها يجنن ورائع. وحلو قوي ان انت ضفت لها الجزر. تجنن. يلا الجزر بينا ندخلها. ده نص سوا معاها جبنه موزاريلا معاها شويه بقدونس مفرومين ناعمين على البشاميل. ايه رايك ندخلها الفرن كده؟ يلا بينا ندخلها الفرن. تتعزى مع السحور يا استاذه اميره؟ السحور انا احب اتسحر بره قوي يعني. يعني انا لو قلت انه الفطار بيكون عائلي اكتر، لا السحور بيبقى جزء اصحابي بقى، اللي هو بناخد اصحابي كلنا ونتجمع لو عايزين نروح نقعد في زينب خاتون مثلا. وسع وسع وسع. ايه رايك؟ واو. تسلم ايدك. دي المكرونه بتاعتنا جميلة. شكلها يتجنن. والريحه الكوسه، كوسه بالبشاميل الريحه تحفه. ايوه احنا صايمين بس حلو قوي. تسلم ايدك يا شيف والله بجد. دي كوسه بالبشاميل. يعني لازم البشاميل هنا مدرسه. مع الخضروات يكون تقيل شويه. مع النشويات زي المكرونه، اي نوع مكرونه بشاميل، مكرونه وايت صوص، لازم البشاميل يكون خفيف شويه. علشان خاطر ايه؟ قول لي ليه. البشاميل لما يكون تقيل مع الخضروات، الخضروات بتعوض التقل ده بالسوائل اللي بتنزل من الخضار. أوكي. فبيعمل مزيج كده يبقى لطيف. مظبوط. تمام. يعني اعتقد ان انت رعيت ان هو كده كده الكوسه هتنزل ميه. حلوه. والمكرونه والباستا لما البشاميل يكون خفيف المكرونه بتنزل الشوايه بتاعتها فبيبقى تقيل شويه. ايه رايك في الخشاف بتاعنا؟ الخشاف لطيف يا رب. بس لما ندوقه بعد الفطار. طب نغرفه هنا بقى ولا هتغرفوا لنا فين؟ كاسات فين؟ اي كيس ممكن نحط فيه. طيب خليه زي ما هو كده. اقول لك هنخليه ليه؟ علشان خاطر اللبن يبوش بس ده شوية. لازم يتعمل من بالليل على ما اعتقد. ممكن من بالليل، ممكن قبل الفطار، بس احنا لسه قدامنا كذا ساعه يعني على الفطار، فهيكون من هنا للفطار داب وبقى طري خالص زي الفل.